بنرحب بيكم مره تانية اعزائي المشاهدين. وقبل ما نروح نرحب بالكابتن ناصر عباس. عندنا صوره منزلها على انستجرام في الحساب الشخصي بتاعه مايكل نوير، سوري مانويل نوير، مع كابتن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي. صوره جميله طبعا، يعني نجم كبير، نجم عالمي نوير، هو حاضن الشناوي، وفي لقطه اعتقد ملايين الملايين هيشوف هذه اللقطه، وهيشوف الشناوي، هيشوف شعار النادي الاهلي. خلينا دايما نتكلم، وهرجع كمان للكلام اللي قلته يمكن يعني قبل الفاصل، ان احنا كلنا فخورين بالنادي الاهلي، وان احنا من حقنا كجماهير النادي الاهلي نفخر بفرقتنا. اتغلبنا 2-0 وكان عندنا طموحات، لكن انت اتغلبت 2-0 من بطل العالم. بكرر الكلام ده تاني للناس اللي ما سمعتش، انت اتغلبت 2-0 من بطل العالم، يعني فروقات كبيره جدا ما بين بايرن ميونخ، مع احترامي للدوري المصري، مع احترامي لكل الناس، لكن فروقات كبيره جدا من النادي الاهلي النهارده. في اعتقادي الشوط الثاني ادى بشكل افضل شويه من الشوط الاولاني، لكن نتيجه طبيعيه جدا، ويكفينا فخر زي ما بقول لك ان احنا موجودين في هذا المحفل، وان احنا نوير بينزل صورته مع الشناوي، ان مولر بيتكلم بهذا الاسلوب الراقي عن النصف النهائي، وقد ايه النادي الاهلي عمل مباراه جيده. ده يكفينا طبعا كجماهير النادي الاهلي، ان كل ديت بتتشير في كل العالم يعني. وكمان عامل منشن للاكونت بتاع الشناوي وللنادي الاهلي بالظبط. النادي الاهلي هتلاقي بكره كيكر ديت من اكبر الجرايد على مستوى اوروبا في كره القدم، هتلاقي منزله الكلام دوت. خلينا نتكلم، احنا بنتكلم عن النادي الاهلي العالمي، واي حد تاني مضايقه الكلام دوت يعني. انت عارف ايمن كمان الحاجه الحلوه، الناس بتتكلم عليك قبل المباراه، واحترام جامد جدا، وبص بعد المباراه الكلام والاحترام زاد. مظبوط. وناس بتديك كده عارف رساله، روح رياضيه حلوه قوي، ان هو برده حتى انت اتغلبت 2-0، لكن هو مقدرك كويس قوي. صح. وعارف فعلا ان انت بطل واسم كبير جدا زي ما هاني كان بيتكلم دلوقتي، ودي الحاجه الحلوه من الرياضه على فكره يعني. صح. حتى قبل المباراه بيتكلم عليك بقمه الاحترام. مظبوط. خسرت حتى 2-0 بيتكلم عليك كويس قوي، وبيتصور معاك وبيشاور صور. صح. الحاجات دي كلها على فكره بتوريك مدى قيمه النادي الاهلي وجماهيريته وجماهيريه لعيبه النادي الاهلي المعروفه دلوقتي، معروفه كلها اكيد، فدي حاجه حلوه. حتى انت خسرت مباراه بس برضه انت في كل الاحوال يا ايمن انت كسبان. صحيح. نرحب بقى بالكابتن ناصر. نورنا كابتن ناصر النهارده. تحياتي لي كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدينا كنتوا معانا الكرام، وتحياتي لنجومك الكبار كابتن شريف عبد المنعم، الكابتن علاء مهوب، كابتن اسامه عرابي، والنجم الكبير كابتن هاني رمزي. نور يا كابتن. نور يا كابتن. الله يخليك. انا عجبني كلام قوي كابتن، طبعا الكلام كله كان جميل جدا، بس كابتن هاني قال حاجه جميله جدا هقولها تاني، لان انا كنت داخل وهقولها، فوجئت ان هو طبعا بيقولها، فكنت بسمعه وبستمتع بيه جدا. وفعلا النهارده كابتن ايمن كلنا فخورين بالنادي الاهلي. صحيح. بتكلم بامان، النادي الاهلي النهارده قدم صوره ذهنيه جديده للكره الافريقيه. النادي الاهلي النهارده قدم صوره ذهنيه جديده للكره الافريقيه. صحيح. على مستوى العالم. انت بتلعب مين؟ مش هقول من افضل الفرق بايرن ميونخ، ده افضل فرق في هذا التوقيت هو بايرن ميونخ. مظبوط. في العالم، سواء مزبوط. كان بقى على المستوى الفردي او المستوى الجماعي، كلنا شفنا امكانيات اللعيبه عاليه جدا جدا. كل النادي الاهلي النهارده بشهاده الكل، سواء الاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي او حتى لاعبي بايرن ميونخ النهارده بيتكلموا على لعيبه النادي الاهلي، هي دي الثقافه وده المفهوم النهارده اللي احنا طلعنا بيه. لا ده في ثقافه ثانيه عايز اتكلم عليها. النهارده كان الحكم عربي. كويس؟ تمام. وفي خصم في الملعب عربي. تمام. وما سمعناش أي حاجة من فريق البايرن. ثقافة غير الثقافة. سؤال جميل جدا 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 يا كابتن، ودي هنقدمها وهنقولها. زي ما حضرتك قلت النهارده، نتكلم في اختيار طاقم التحكيم الإماراتي. أنت خليتني سبت نقطة ونطيت نقطة. بس قبل ما أتكلم في طاقم التحكيم هقول تاني إن النادي الأهلي النهارده أدى أداء يعني رائع جدا جدا. مثل الكرة الأفريقية بشكل جميل كابتن شريف، إدى صورة ذهنية للكرة الأفريقية بشكل رائع قدام فريق كبير اللي هو فريق بايرن ميونخ. بنتمنى إن شاء الله بإذن الله إن الأهلي إن شاء الله يحصل على البرونزية في المباراة القادمة يا رب إن شاء الله. نروح لطاقم التحكيم كابتن أيمن، نتكلم في البداية اختيار طاقم التحكيم. هنقول برضك ده عشان خاطر إحنا كمان في مصر نقدر نساعد حكامنا. أولا تم اختيار طاقم التحكيم كابتن هاني بالكامل من الإمارات، سواء كان حكم الميدان اللي هو الحكم الدولي محمد عبد الله مع الاثنين حكام المساعدين. ده في الاختيار. هو الاختيار دوت بنسال سؤال، هو جه كده على طول خدوا الطاقم وودوه كاس العالم للانديه، ولا كان في تحضير يا كابتن هاني؟ ده السؤال احنا بنقوله، ان كان في تحضير لهذا الطاقم التحكيم سواء من لجنه الحكام في الامارات، الاتحاد الاماراتي، الاتحاد الاسيوي اللي وقف جنب حكامه وصلهم النهارده ان هم في بطوله كبيره زي بطوله كاس العالم للانديه.
الكلام ده مش كلام انا، ده كلام حكم المباراه الدولي القدير محمد عبد الله، قال ان الاتحاد الاماراتي وقف معايا، حد اسوف معايا لحد ما وصلت للمنطقه اللي انا بحكم فيها. فكره محمد عبد الله كمان من الحكام واخد افضل حكام على مستوى اسيا كابتن هاني. كابتن ايمن كمان لعب في كاس عالم 2018 مرشح ان هو كاس عالم اللي جاي. نيجي لثقافه الاختيار. نتكلم النهارده كابتن ما جاش النهارده قال ان انا هحط حكم من امريكا الشماليه او حكم من امريكا الجنوبيه، حتى حكم عربي اللي هو محمد عبد الله الحكم الكبير لمباراه النادي الاهلي. دي الثقافه اللي عاوزين نقولها، ثقافه التعيين الحكم في المباراه. ولا بايرن ميونخ اعترض ولا النادي الاهلي اعترض ولا حد خالص اتكلم في الجزئيه ديت، ودي بتيجي نتيجه ثقه الاتحاد الدولي في حكامه كابتن هاني. يعني انا بثق في كابتن هاني او كابتن شريف او كابتن اسامه عرابي، بقول خلاص يروح حكم ما عنديش مشكله خالص في المباراه. وده اللي حصل النهارده. بنقول الكلام دوت ليه؟ لان الكلام ده المفروض كل الكلام ده يبقى موجود في الاتحادات الاهليه والاتحادات القاريه، نشيل حته الحساسيه وان دوت من منطقه او دوت من منطقه ثانيه. لا، انت بتاخد الحكم على كفاءته التحكيميه، وده اللي تم النهارده من قبل الاتحاد الدولي بحي طبعا. كمان الاهلي النهارده قدموا نموذج التزام بجانب الحكم، يعني حتى ما كان بيغلط في اي حاجه شفت محمد هاني بيقول له سوري ما صوتش، فكان في حاله كمان. عارف يا كابتن شريف بتتكلم في حاجه مهمه جدا. انا كلاعب كره النهارده لما يكون عندي قناعات بحكم المباراه، قناعات بالحكم خلاص، حتى لو ادى قرار خاطئ انا مقتنع باللي هو بيديه. زي ما حضرتك قلت كده في لعبه محمد هاني، هو كان في خطا من وجهه نظر الحكم خطا، شوف محمد هاني عشان عنده قناعات بالحكم محمد عبد الله اعتذر وبسرعه والحكم تقبل منه الكلام ده. هنروح للحته الفنيه كابتن ايمن، نتكلم في محمد عبد الله حكم 42 سنه، خد افضل حكم في اسيا اكتر من مره، زي ما قلت طاقم التحكيم بالكامل اماراتي، وكان معاهم الحكم الفيديو كمان، كان حكم عربي على فكره من قطر خميس المري، كان حكم فيديو، يعني طاقم التحكيم كله طاقم تحكيم عربي. كابتن شريف قال حاجه جميله جدا النادي الاهلي، وهو دوت النادي الاهلي دايما بيساعد الحكام كابتن هاني على ان هم يادوا، وبيساعد الحكام ان هم يديهم الثقه، مفيش اعتراض، مفيش احترام للحكم، سلوكيات ممتازه ورائعه من النهارده الفريقين، دولت شالوا الضغوط حتى على حكم المباراه. اذا النهارده الحكم المباراه النهارده مباراه سهله جدا، دي بدايه زي ما كابتن شريف قال بسلوك اللاعبين واحترامهم لقرارات التحكيم. طب اروح للحكم من الناحيه الفنيه والبدنيه واداره المباراه. لما اتكلم من الناحيه الفنيه النهارده سمح باستمرار اللعب في حاجات كتير قوي الحكام بتصفر عليها كابتن ايمن. سمح باستمرار اللعب وخلى اللعب يتواصل، النهارده ما حدش حس النهارده بالحكم، مزبوط. يعني النهارده كلنا النهارده ما حسيناش بحكم المباراه، ما عملش مشكله، ما اخترقش مشكله، ما راحش للفار ولا مره كابتن هاني، ما حسيناش بيه كحكم، وهو ده الحكم الشاطر اللي انت ما تحسش بيه وهو بيدير المباراه. الناحيه الفنيه هو اعتقد ما اختلفتش معاه الا يمكن في لعبه واحده بس كانت مع قفشه، ان هو لاعب داس شويه على القدم، ودي كان يمكن يبقى فيها انذار، ولكن هو يمكن ده الاختلاف الوحيد من اختلافه في الكرات الفنيه والعقوبات الانضباطيه. هروح لموضوع اللياقه البدنيه، واحنا قلنا اللياقه البدنيه مش جري بس. اللياقه البدنيه بتستخدم كل عناصر اللياقه البدنيه، سواء تحمل عام، تحمل سرعه، سرعه قصوى في الكونتر اتاك، كمان بتستخدم التوقع والقراءه الجيده لطرق واسلوب لعب الفريقين. جري كتير جدا جدا كابتن هاني، تواجد في الحدث بيقرا وعنده توقع، مش بس بجري وبجري وبجري وخلاص وممكن اجري كتير. بوزيشن تمام، البوزيشن هو هل هو في المكان ولا مش مكان. طبعا هو كان متواجد في كل الاحداث اللي كانت موجوده. تعال نروح لاداره المباراه. النهارده في مخالفه كانت موجوده على النادي الاهلي، والبايرن النهارده عنده ثقافه اللعب السريع، يعني صح. ايه تمام يا كابتن هيمن رجعه. يعني بص دي تعمل مشكله. مظبوط. تاني بقول للحكامنا من خلال قناه النادي الاهلي، خلي بالك النهارده كان في خطا على النادي الاهلي. البايرن عنده ثقافه صح، ان انا النهارده مش هستنى حد. مزبوط. فالبايرن لعب بسرعه يا كابتن شريف، عمل ايه هو؟ في لاعب النادي الاهلي مصاب وقاعد صفر وراح مرجع عشان ما يعملش مشكله، شاور له كمان قال له في حاله عندي انا. بالظبط كده، دي اسمها اداره المباراه. اداره المباراه دي مهمه جدا جدا، قد تكون مش موجوده عند حكام كتير كابتن علاء عندنا في مصر، انما دي حاله برضك بتبين لنا ان النهارده الحكم النهارده ادار المباراه بكفاءه، كان اللعيب الفريق اداله ثقه جميله، الاتحاد الدولي سنده ودعمه، ما عنديش حتى ولا بطاقه صفراء. يمكن كابتن شريف انت قلت الحكم ده سريع في البطاقات النهارده، ولا في بطاقه صفراء في هذه المباراه. برافو النهارده محمد عبد الله بجد حكم الاماراتي، ادى مباراه ولا اروع، شال من عنده الضغوط وما فكرش النادي الاهلي من فريق افريقيا عربي،
فكرش في اي حاجه غير ان هو فكر في نفسه وازاي صحيح. ان هو يقدم مباراه كويسه. اتمنى ان شاء الله باذن الله في النهايه نلاقي الاهلي ان شاء الله المباراه اللي جايه ان شاء الله باذن الله باذن الله ان هو يفوز ويحصل على الميداليه البرونزيه باذن الله رب العالمين. بنشكرك شكرا جزيلا خبيرنا التحكيمي كابتن نصر عباس، امتعتنا كالعاده. شكرا يا كابتن نصر. بنشكرك. وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وبايرن ميونخ اليوم في الدور قبل النهائي لكاس العالم للانديه. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في المباراه القادمه بالحصول على الميداليه البرونزيه. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا وامتعونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، الف شكر يا كابتن شريف. شكرا كابتن ايمن، بشكر الكباتن، وان شاء الله في ماتش بالميراس يكون في حظ اوفر باذن الله رب العالمين. ان شاء الله كابتن هاني امتعتنا، الف شكر يا كابتن هاني. الف شكر، ان شاء الله اللي جاي افضل وبرونزيه باذن الله. باذن الله رب العالمين. ان شاء الله كابتن علاء امتعتنا، كابتن علاء الف شكر يا كابتن. شكرا ايمن والنادي الاهلي ولاعيبته، شرفتوا النهارده النادي الاهلي كالعاده وما قصرتوش، ومجهود محترم جدا جدا جدا، وان شاء الله ربنا يكرم ونفوز ببرونزيه ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه عرابي، الف شكر كابتن اسامه، نورتنا وامتعتنا كالعاده. شكرا ايمن ليك، وان شاء الله بالتوفيق ونحصل على الميداليه البرونزيه ان شاء الله باذن الله رب العالمين. وشكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.